الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. باليوم العالمي للقوة، اليوم العالمي للدفاع، اليوم العالمي للنجاح، اليوم العالمي لنصف المجتمع، اليوم العالمي لعماد الأسرة. سيداتي آنساتي وسادتي، نحن هنا اليوم للاحتفال معا باليوم العالمي للمرأة. من أيادي المحبة بالنسبة لهذا العرض هذا اللي بمناسبة 8 مارس اللي داز وخطعتنا شوية، كنتمناو نكونوا عند حسن الظن ديالكم. والشكر الكبير لجمعية الوئام للتنمية والرياضة والبيئة، كنتمناو لها الشكر الكبير ديالها اللي شاركت معنا هذا العرض الفني. وشكرا لهذا الجمهور الكبير اللي قدر يحضر. ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد ربي عثمان المجاهد، رئيس جمعية أيادي المحبة. كيف ما كتشوفوا اليوم دايرين بشراكة مع جمعية الوئام عرض فني بعنوان المرأة وردة الحياة بمناسبة ديال 8 مارس اللي دازت. كنشكروا كاع الأمهات اللي جاوا ناضلوا باش يحضروا معنا لهذا الحفل هذا. مهدي حمامي، رئيس جمعية الوئام للبيئة والتنمية والرياضة. اولا كنشكر كاع الناس اللي حاضرين معنا في هذه المسرحية هذه، وكنقدم تحية لجميع المرأة المغربية والعربية. حطي من أول حياتي والمهدي اللي كانت تأخر أذكر في دلبي وعايش بي Yeah.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.